بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودنا في برنامجنا سلسلة الموضوعات القانونية واللي بيقدمها موقع نقابة المحامين من خلال هذا البرنامج ان نتقدم بمجموعة من المعلومات والافكار المتعلقة بزيادة الوعي الثقافي والمهني لشباب المحامين. اخواتنا وزمايلنا من شباب المحامين، احنا في برنامجنا بنحاول ان احنا نناقش كل الموضوعات اللي تهمكم، بنتبادل الثقافة القانونية عشان كلنا نستفيد ونتعلم من بعض. ولذلك احنا لما بنيجي نتكلم عن موضوع دايما بنفكر في الموضوعات اللي ممكن تكون محل بحث ودراسة. من اهم الموضوعات اللي موجودة قرينا كلنا في الجرايد في الفترة الاخيرة المواقع الالكترونية قضية الاغتصاب بتاعة سيدة المنوفية. والاغتصاب وفقا لاحكام القانون هو فعل العلاج الطبيعي، وفعل العلاج كما تم دراسته في كلية الحقوق هو المواقعة لامرأة بدون رضاها، والمقصود بالمواقعة هو أن يتم العلاج بالكامل، العلاج الحقيقي للعضو الذكري للرجل في مكانه داخل المرأة. إذا ما تمت الجريمة وكان الاغتصاب اللي هو فعل العلاج دون رضاها وبالإكراه، بقينا بصدد جريمة هي جناية في قانون العقوبات، وهو ما يعرف بجريمة أو جناية الاغتصاب. القضية دي كانت مرتبطة بمجموعة من الجرائم. أولا استخدامه للتكنولوجيا المتطورة والإنترنت، وإنه يعمل على موقع أليكس إعلان إنه طالب جلسة أطفال للبيت وبعدين يقابل الست ويستخدم طرق احتيالية لإهامها ويقعها في غلط ويقول لها إنه هو محامي، هو مش محامي، هو كان شغال سكرتير في مكتب محامي، ويحتال عليها ويوقعها في غلط عشان يدفعها ان هي توافق ان هي تيجي البيت على اعتبار انها رايحة في شغل، فيبقى موجودة عنده في بيت، ثم يعتدي عليها تحت الإكراه والتهديد ويصور ده، ثم بعد كده يمشيها، وبعدين يرجع تاني يبتزها ويقول لها ان اللي حصل بينه وبينها ده تحت الضغط والتهديد اللي اكرهت عليه واضطرت انها توافق على بعض حاجات في مقابل انه يمشيها ويخرجها برا البيت، ويقول لها بعد كده ان ده تصور وانه قطع فيديوهات وانه هيستخدم هذه الفيديوهات في نشرها وفتح امرها، فيضطر ان هي توافق على الابتزاز فيطلب منها اموال ونقود مقابل ان هو ما يفضحش امرها. بقينا بصدد جريمة ابتزاز وجريمة اغتصاب واستخدام تكنولوجيا متطورة بغرض الإيقاع بالفريسة والإيقاع بالضحايا، ودي جريمة من جرائم الإنترنت المتعلقة بنشر أخبار ومعلومات وإعلانات كاذبة وهمية، وكمان الأمر المتعلق بتصوير أنثى والتشهير بيها والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتصويرها بدون رضاها وبدون موافقتها. طيب في الحالة دي احنا عندنا عدد من الجرائم، خاصة كمان ان في جريمة اخرى هي جريمة حمل سلاح ابيض اللي كان بيهددها بيه، فاحنا هنا بصدد مجموعة من الجرائم. هذه الجرائم بعضها مرتبط ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبعضها مقترن. يعني حمل السلاح والاغتصاب دول جريمتين مرتبطين ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، لكن الاغتصاب والابتزاز اللي عمله بعد كده لما قال لها انا صورتك ويطلب منها فلوس مقابل انه ما ينشرش الفيديو، دي جرائم مقترنة. التصوير جريمة والابتزاز جريمة، والاتنين مرتبطين ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة. يبقى السلاح والاغتصاب جريمتين مرتبطتين، التصوير والابتزاز جريمتين مرتبطتين، لكن دول ودول، الاتنين دول والاتنين دول بينهم اقتران، لان بيتوافر ما بينهم عنصر زمني وعنصر مكاني او عنصر نفسي يترتب عليه ان هذه الجرائم كلها سواء كانت مرتبطة او مقترنة وفقا لاحكام قانون العقوبات ونص المادة 32 من قانون العقوبات. اذا ما كانت الجرائم مرتبطة او مقترنة فان المتهم في هذه الحالة يعاقب بعقوبة الجريمة الاشد او بجريمة العقوبة الاشد، وهي جريمة الاغتصاب، وهي جناية وللعقوبة فيها قد تصل الى الاعدام، واذا ما ارتبطت بجناية اخرى او ان تصل الى السجن المؤبد. واتصور ان اقل عقوبة ممكن توقع على هذا المتهم هي السجن المشدد الذي لا يقل عن 10 سنوات. اللي عايزين نقوله استأذنكم
لكل بناتنا ولكل اخواتنا البنات ولكل ستات ولكل ستة مصرية، ما تروحيش ابدا تقابلي حد في بيت، ما تروحيش تجري ورا اعلان وانت بتدوري على شغل من غير ما تتأكدي ان الشغل ده حقيقي وان الشخص ده حقيقي وان في ست موجودة في البيت وان الموضوع فعلا عمل مش مجرد وسيلة لاستدراج انسة وايقاعها في غلط للاعتداء عليها او لابتزازها او لسرقتها او لقتلها وبيع اعضائها. ارجوكم حافظوا على نفسكم، فكري كويس وبحثي كويس وتأكدي من صحة الموقع وحقيقة المعلومة، خذي كل الاجراءات والاحتياطات، عرفي اهلك والناس اللي معاكي انت رايحة فين قبل ما تروحي مكان يتابعوكي لحظة بلحظة ولو عن طريق الجي بي اس، لان احنا تعبنا كتير عشان نوصل للجاني في القضية بتاعت الست بتاعت ضحية المنوفية او سيدة المنوفية. انا كنت المحامي بتاعها وما زلنا نتابع القضية والمتهم محبوس 15 يوم على ذمة القضية، وتعبنا كتير جدا عشان نوصل له لانها ما كانش عندها اي معلومة ولا تعرف العنوان، هي عندها معلومة واحدة بس، هو شكل محطة القطر اللي ركبت منها في المنوفية لما ركبها من قطر داخلي لمحطة تانية عشان تنزل منها تاخد توك توك للموقف ومن الموقف بتاع شبين الكوم تركب عربية للقاهرة، لكن هي مش عارفة اي معلومة، واضطرينا ان احنا نروح المنوفية ونلف على كل المحطات الداخلية في قطر اشمون وقطر الشهداء ومحطة سنجرج اللي هي قالت ان دي المحطة اللي ركبت منها لما شافتها وانهارت وعيطت وقالت ايوة دي المحطة، ومن هنا عرفت توصل للبيت ووصلنا للمتهم وللمباحث والتحريات. المباحث بعد كده اكدت ان بصحة الواقع وانه قبل كده في واحدة ست رمت نفسها من البلكونة من فوق وهي بتصرخ وتستغيث من الجيران، وقبل كده الجيران انقذوا في ايه من ايده طفلة عندها 13 سنة كان جايبها فوق، واللي تبين بعد كده من خلال زوجته رقم 2 اللي بعتت لنا حكم قضائي من الامارات ان سبق اتهامه بقضية اغتصاب في الامارات، وتبين انه مجرم معتدي الاجرام دائما ما يعتدي التعدي على النساء. وبالتالي ارجوكم خلي بالكم على نفسكم، ركزوا شوية، احسنوا اختيار موضوعاتكم، احسنوا اختيار الاماكن اللي ممكن تشتغلوا فيها، لان للأسف انتشار وزيادة معدلات الجريمة في الاونة الاخيرة بقى مؤشر خطر يحتاج ان كلنا نركز ونحافظ على نفسنا قبل ما نتصرف اي تصرف. شكرا لكم. أحمد مهران.